بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مجلس الإمارات لتنمية علاقات العمل حقيقة يهتم بدعم سوق العمل المحلي في مجالات متعددة من خلال عقده لمؤتمرات اقتصادية واستثمارية أيضا ناجحة، مما يشجعني على قبول رئاسته لما وجدته من توافق مع توجهاتنا للدولة، وأيضا جعلني أن أدعم هذه المؤسسة الوطنية بشكل فعال، ونطمح أكثر أن تصبح هذه المؤسسة أحد المؤسسات الرائدة والتي تطمح الدولة في إنشاء مثل هذه المؤسسة التي تكون رافد من روافد هذه الدولة الفتية إن شاء الله، بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة، وأيضا بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وبمتابعة كبيرة وقوية ومتابعة موفقة إن شاء الله من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. فكل ما أرجو إن شاء الله أن الله يوفقنا في هذه المؤسسة، وأنا ما قبلت أني أترأس هذه المؤسسة إلا أنما أني تأكدت الحمد لله أن المؤسسة هذه فيها رجال إن شاء الله سوف يقومون بحط إيديهم مع بعض في سبيل إنجاح هذه المؤسسة الوطنية إن شاء الله. ونرجو من الله العلي القدير أن يوفقنا في عمل كل خير لهذه الدولة الفتية التي نحن مهما ما أعطيناها بنكون بعدنا مقصرين في حقها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.